الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فمقام الحب الإلهي ومقام الرضا من أعلى المقامات، فأي مقام للعبد أسمى من دخوله في دائرات الرضا والحب الإلهي، إنها لأسمى الغايات وأعلى الدرجات أن تكون ممن يحبهم الله عز وجل. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. فرب العزة يحب عباده المتقين، يقول سبحانه: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ويقول سبحانه: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. ونلاحظ هنا أن الحديث عن حب المتقين جاء مرتبطا بالوفاء بالعهد، فالوفاء بالعهود والعقود وأداء الأمانات سبيل التقوى وأحد أهم سبل الحب الإلهي. وسبحانه وتعالى يحب الصابرين، يقول سبحانه: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ويقول رب العزة لملائكته: يا ملائكتي أقبضتم ولد فلان، أقبضتم فلزة كبده؟ يقولون: نعم يا رب. فيقول رب العزة: فماذا كان من عبدي؟ يقولون: حمد واسترجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول رب العزة: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فرب العزة يحب المتقين ويحب الصابرين ويحب المحسنين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين ولا سيما الإحسان في الإنفاق. يقول سبحانه: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويذكر أهل السير والتاريخ يعني شيئا لطيفا حدث مع سيدنا عمر بن عبد العزيز. يقال إن خادما من خدمه أخطأ في مجلسه، فنظر إليه سيدنا عمر بن عبد العزيز فقال الخادم: والكاظمين الغيظ. فقال سيدنا عمر بن عبد العزيز: كظمت غيظي. قال الخادم: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قال الخادم: والله يحب المحسنين. فقال له خامس الخلفاء الراشدين: اذهب فأنت حر لوجه الله. ويحب المتوكلين، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ويحب التوابين ويحب المتطهرين، يقول الحق سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويحب أهل العدل وأهل الإنصاف، حيث يقول سبحانه: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. ويقول سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ويقول سبحانه: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ويحب سبحانه وتعالى الذين يحبون لقاءه، ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، لأن من أحب لقاء الله استعد له. وعندما حضرت الوفاة سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه وجد ابنته باكية، قال لها: أي بنية أي بنية لا تبكي ولا تحزني،
غدا سنلقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم وراضي عن أصحابه أجمعين، لأنه فهم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ولما حضرت الوفاة أحد الصالحين ووجد زوجته باكية قال لها: ابكي على نفسك، أما أنا فقد بكيت لهذا اليوم 40 عاما من خشية الله. ويحب سبحانه من يتقرب إليه بالطاعات، يقول سبحانه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ويحب سبحانه المتحبين في الله، ففي الحديث القدسي يقول رب العزة: وجبت محبتي للمتحبين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. ومن أحب لله وأعطى لله وأحسن لله فقد استكمل الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في الحديث أيضا أن إنسانا ذهب لزيارة أخ له في الله، فأرصد الله له ملكا في طريقه: يا هذا، إلى من تذهب؟ إلى فلان. ألحاجة بينك وبينه؟ قال: لا. ألصلة أو لقرابة؟ قال: لا. ألحاجة لك عنده؟ قال: لا. لما تذهب إليه؟ قال: إني أحبه في الله. قال: اعلم أن الله عز وجل يحبك لحبك له، وقد أوجب لكما الجنة. هذه دوائع الحب. فرب العزة يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب المتوكلين، يحب الصابرين، يحب الصادقين، يحب المقسطين، يحب المنفقين، يحب من أحب لقاءه. نسأل الله أن نكون منهم وأن نحشر في زمرتهم. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب رسولك وحب من يحب رسولك وحب ما يقربنا إلى حبك. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيبنا سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.